تمر الأيام ومن بعدها السنوات، وما تزال المدينة المحاصرة تعز وجميع مناطقها العنوان الأبرز للمأساة الإنسانية. قصف بلا توقف وانتهاكات بالمئات ووضع معيشي ما يلبث أن يخرج من حالته السيئة لينتقل مباشرة إلى ما هو أسوأ. هنا البوابة الجنوبية الشرقية لمدينة تعز أو منطقة الشقب على وجه التحديد، التي مثلت الشكل الأشد قساوة في هذه المعاناة. قرى تفتقر إلى أبسط الأساسيات اللازمة للحياة، ومواطنون يعيشون كل يوم تحت خط النار. أنا جالس في خط النار، لا ممنوع من المواد الغذائية، ممنوع من الماء، حتى الماء أصير أستقبله بالليل، الخزان حقي مبعد. نعم. أخرج بالليل أسقف رجعتي، يوم والله يتوش أسقف الظهر وعيالي يشلوا يبكوا من من الغيب. والله يتوش يتوقع نصني ونا. الحصار والقصف العشوائي ضعف من معاناة المواطنين في هذه القرى، التي تصدرت رقما متقدما في قائمة المناطق المنكوبة جراء الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي منذ ما يقارب 3 أعوام. منذ أكثر من 3 سنوات تعيش هذه البلاد كارثة إنسانية خطيرة، وبالتالي الخطوط يعني خط الإمداد لهذه القرية الذي القادم من دمنة خدير مقطوع تماما، لا كهرباء، الكهرباء يعني خلاص مفصولة تماما عن هذه القرية. أيضا هذه القرية يعني منذ أكثر من 1300 أسرة في هذه القرية تعيش كارثة إنسانية. كان هناك في البيوت مدخر يعني لهم، لكن المدخر نفذ تماما. لا خدمات طبية متكاملة ولا ملامح واضحة للحياة، بل أن كثيرا من المرضى والجرحى يلقون حتفهم نتيجة عدم وجود الخدمة العلاجية وعدم وجود وسائل مواصلات مناسبة لنقلهم إلى مستشفيات المدينة، وذلك نتيجة وعورة الطريق. ولأن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي هام، فإن القصف لا يغادرها على الإطلاق. فقدت منطقة الشقب كافة مؤهلات الحياة، وحولتها الميليشيا إلى منطقة مأساة مفتوحة، فمن لم يمت من القصف هنا مات من قسوة الحصار وتبعاته المتفاقمة كل يوم.